السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء، شكرا لكم جزيلا وشكرا لأي شخص انضم القناة باخويا. مرحبا بكم في يوم جديد وقصة جديدة، وقصة اليوم دار عليها فيلم هاد السنة باسم ذا ريسك من إنتاج ناسيونال جيوغرافي. نصليو على النبي ونبداو قصتنا، اللهم صل على الحبيب وسلم. القصة كيف بدات؟ وهو فريق كرة القدم متكون من 12 طفل والمدرب ديالهم، يعني هما 13 شخص، وهاد الأطفال ما كيتجاوزش العمر ديالهم 13-14 سنة. يعني مشاو في رحلة لواحد المغارة في شمال تايلاند اللي هي تام لوانغ. يعني هاد المغارة مغارة طويلة تقريبا شي 2 كيلومتر و 2300 متر. المهم بعد ما دخلوا الدراري تما كاينة واحد في ظرف يعني ساعة ساعتين نزلت في ظرف يعني ساعة المكانة نزلت 25 مليمتر ديال الأمطار، وهذا اللي ما خلاهمش يخرجوا. يعني الماء دخل عليهم ولا واد لداخل، والمشكلة فين كتوقع هو لداخل، يعني في الكاف كاين واحد التقاطع كيسميوه تقاطع سامياك، يعني الماء تيدخل من تما كاينة من تحت الأرض، يعني عندك واد تحت الارض. المهم كيف قلت بقاو تما كاينة، والديهم تقلقوا عليهم الدراري، يعني ما خرجوا ما قد يخرج حتى شي واحد. تما اكتشفوا بانهم ما يعني ما غيلقاوهم شي ولا ماتوا ولا ضاعوا. المهم اش غيديروا؟ خاصهم يدخلوا يشوفوا شنو كاين. قلبوا من الفوق كيفاش يدخلوا على يدخلوا يعني الكاف من الفوق، ولكن اسبوع ما كيدوروا بدون جدوى. وفي اليوم العاشر كيدخلوا 4 ديال الغواصه تايلانديين هما اللي توجدوهم. المهم وجدوهم في واحد الغرفه يعني سموها الغرفه التاسعه. المهم جابوا لهم الاكل، جابوا لهم يعني الدواء، ولكن المشكل كيف غيديروا يخرجوهم؟ هنا فين كاين المشكل، وهي يا اما يتسناو يعني الامطار تتوقف الشتاء، ولكن هذا غيدوم شهور لان كاين امطار موسميه يعني كتساقط بغزاره، ولا يشوفوا شي ثقبه من الفوق، ولكن المشكل الغار يعني ولا الكاف كيتواجد يعني تحت 660 متر تحت الارض، يعني ما يمكن لكش باش توصل له من الفوق الا الا كان شي فتحه اخرى. المهم كيف قلنا وقلبوا من قبل، ما كاينش حل باش يدخلوا حتى من الفوق. والحل الثالث هو يعني يدخلوا عن طريق الغطس، لان كيف قلت يعني راها 2300 متر، ويعني عندك واد كيجري من تما كاينه، زائد يعني المياه الطينيه ما كاينش رؤيه تماك، الظلام يعني مشكله. يعني الماء وصل كاين بعض المناطق، هما كاينين 5 بلايص هما اللي عمرو بالماء، يعني كاين الماء الى حتى للسقف، والبلاصه اللي عمره بزاف هي اللي قربت للغرفه التاسعه، يعني 8-9 مسابح اولمبيه. وكيف قلت الظلام والمياه طينيه، يعني الغيص الدنيا مرونه ما عندش بنادم كيدير يشوف. اش غيديروا؟ لان الغواصه التايلانديين يعني متدربين غير في المياه المكشوفة، يعني في البحار، ولا ما مدربينش يعني في الغوص في الكهوف. فلهذا استعانوا ب4 ديال الانجليزيين هما اللي غادي يعاونوهم في هذا المشكل، يعني مكتشفين كهوف وكذلك غواصة كهوف. يعني هذا الاربعه ديال الانجليزيين اش غيديروا؟ كل واحد يخرج واحد، يعني 4 بهم غادي يخرجوا 4 ديال الاطفال. وكاين مشكل اخر، يعني هو باش تخرج الطفل من تما كاينه ولا باش تخرج من تما كاينه كدير من 3 حتى 6 ساعات، يعني باش تدخل وتخرج ولا غير باش تخرج، لان كيف قلت خاصك شي بلايص تمشى فيهم وخاصك شي بلايص ضروري ما تغطس فيهم، وحتى هذا مشكل كبير. المهم تجمعوا يعني اش غادي نقول مئات الغواصه، يعني الاف المتطوعين، الجيش الامريكي كذلك كان تماك، الاف المترات ديال الحبال، يعني مئات القنينيات ديال الاكسجين. وفي اثناء يعني عمليه هادشي راه مازال ما نقدو حتى شي واحد، كانوا عاد تيوجدوا المعدات لان خاص بزاف ديال القنينيات ديال الاكسجين، الحبال اللي غيدوزوا الطريق ليهم، لان 4 الغواصه الاولى اللي دخلوا بقاو معاهم
وقع غير الاتصال باش دخلوا لهم الماكله وحدين اخرين، ما ذاك الاربعه يعني بقاو مع الاطفال والمدرب الداخل. المهم كيف قلت مع هادشي كامل غواص تايلاندي تلقى حتفو تماك، مات تما كاينه يعني في ملي كانوا كيوجدوا التجهيزات للانقاذ، تيتوفى في عمليه غوص، كيتوفى يعني داخل الكهف، قالوا بان تسلل الاكسجين. المهم هذا هو الشخص الوحيد اللي توفى لحد الساعه. المهم وكانت تقابلهم كذلك مشكله كبيره، كيف غيديروا يخرجوا بهم يعني غايصين، يعني ما عمرهم داروا الغوص، وكيف قلت يعني هذا ماشي غوص مفتوح، لا هذا راه غوص يعني في كهف ظلام والغيص، وكذلك حتى ما كتشوف الرؤيه معدومه يعني تما كاينه يعني مشكله لقاتهم باش يخرجوا هذوك الدراري من داك الكهف. اش غيديروا؟ طاحت لهم واحد الخطه وهو يبنجوا الدراري، يعني يخدروا الدراري. ولكن كاينه مشكله واحده اخرى، وهو كيف قلت الا بغيتي تخرج طفل تما كيدير من 4 حتى 6 ساعات. البنج اللي غدير له كيدير ساعه، هادشي على حسب اعمارهم والطول ديالهم، يعني كل واحد خصو له الكميه ديال البنج ديالو. يعني مشكله يعني باش غتزيد له البنج خاصك تشوف شي بلاصه يابسه هي اللي غتزيد له فيها البنج، ما تقدرش في الماء باش تزيد له البنج. وهاد المشكله واجهت واحد الغواص، وهو كان خارج، نديرو هاد القطيعه، كان خارج باحد الاطفال ويعني في وسط الماء كيحس برديه كتلعش، يعني الدري بدا يفيق. اش غيدير؟ خاصو يزيد له يعني شوكه مخدر اخر، ولكن كانوا داك الساعه في الماء، فاضطر باش يخر، وهو شاد فيه يعني وشاد بالحبل يعني معقده القضيه. اش غيدير؟ بقى تيدفعوا الى حتى خرجوا على الماء، كاله يعني بكتفو وجبد الشوكه وضربها له عاد خرج به. المهم كيف قلت يعني التخدير كيدير ساعه، يعني مشكله باش تقدر هذيك ولا داك الدري تخاف يمشي يفيق لك اثناء الغوص، يعني غادي تكون مشكله. المهم كيف قلت يعني بعد ما لقاوهم في اليوم العاشر وبدا البحث على كيفاش غادي يخرجوهم الى حتى توصلوا القضيه يخرجوهم يعني غايصين ومخدرين. وحتى في الطريق يعني توجدات يعني 50 قنينه يعني اكسجين، كل بلاصه يابسه داروا فيها 4 ديال القراعي ديال الاكسجين باش يقدروا يعني يستمر من المسافه لمسافه. وكذلك كانوا الناس تما كاينه في كل بلاصه يابسه واقفين تيتسناوهم، باش يعني ضروري من التعاون. وكيف قلنا الاربعه ديال الغواصه الانجليزيين كل واحد غادي يخرج بواحد، كيفاش كل وكيف قلت يعني كاينين 5 ديال البلايص عامرين بالماء، يعني ضروري ما غتغطس وتمشي على رجليك، تغطس وتمشي على رجليك، والدراري غيكونوا مخضرين. اش غيديروا؟ المهم قروا باش يصاوبوا يعني واحد الكسوه بالسماطي، غتكون معلقه هاد الطفل غتكون معلقه القرعه ديال الاكسجين، وغادي يكون مربوط للغواص كذلك، وعندهم اللور يعني واحد المقبط غادي يقبطوا منه الغواص، الدري غادي يكون بالنج. داكشي اللي داروا يعني في اليوم 16 والدري تما كاينه قدروا يخرجوا 4، واليوم الثاني اللي هو 17 قدروا يخرجوا 4 وحدين اخرين، وفي اليوم التالي خرجوا يعني 4 الاطفال الباقيين والمدرب ديالهم. وكانت يعني عمليه صعيبه باش هما كانوا كيتمناو يعني الا بقى لهم غير واحد ولا جوج عايشين راه عندهم الربح، ولكن من الحظ هذوك الاطفال ولا داك المدرب يعني اعمارهم مازال الاجل مازال ما وفى، وتم انقاذهم كيف قلت. وهاد السنه دار فيلم من انتاج ناسيونال جيوغرافي على هاد القصه اللي تسمى دريسك، فيلم زوين، نطلب من الله تعجبكم قصه اليوم. وكنشكركم دائما، ما تنساوناش بلايك، اللي ما مشتركش في هاد القناه يحاول يدعمنا باشتراك. عجبتك القصه دير لايك، ما عجبتكش القصه دير ديسلايك، وفضلا وليس امرا خليونا شي تعليق نتناقشوا فيه. استودعكم الله، والسلام عليكم.